قراءة بقلم شاعرة، وهي أيضا مهندسة معمارية، وهي أيضا كاتبة صحفية في المصر اليوم، وتكتب عمودا في الصفحة الثانية بعنوان سبعة أيام، وهي لها يوم من هذه الأيام، وهي أيضا مترجمة وشاعرة وكاتبة، وسوف نبدأ القراءة. أستاذة الشاعرة فاطمة نعود، أهلا بك في القاهرة اليوم، منورة. مجمل هذه الأخبار كلها كانت قراءة سريعة، لكن هنتوقف عند قراءتك. من أين تبدأين القراءة؟ هبدأ بخبر أسعدني. أسعدك؟ نعم. في أي فن؟ لأن الأخبار التالية أخبار تعيسة ومحزنة. يبدو أن أنا أخبارك كلها سيئة. وأخباري أيضا. في الأخبار. الصفحة الثانية. يعني رد الاعتبار لرموز مصر وهي كثيرة الحقيقة. أسعدني افتتاح تمثال أو تشييد تمثال للمعماري حسن فتحي في كفر الشرفة. الخبر في حفل فني ثقافي أزاح المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية ودكتور أحمد نوار رئيس هيئة قصور الثقافة ستار عن تمثال المعماري الكبير حسن فتحي في احتفالية. يعني جميل أن نتذكر رموزنا التي رحلت مثل حسن فتحي، يعني معماري رائع، وإن كان طبعا عندنا تحفظات على هو صاحب نظرية عمارة الفقراء. وكان له نظرية في هذا الشأن، وإن لم تكن لا أعلم إن كانت هذه المعلومة معروفة للمعظم الناس ولا، أن هي مش فكرة حسن فتحي أصلا، هي فكرة ابتدعها مجموعة معماريين في الأربعينيات من القرن الماضي، مجموعة مهندسين من بريطانيا. أنا بس ناسي اسم الجماعة دلوقتي، لكن طبعا احنا درسنا الكلام ده في الكلية. يعني عمارة الفقراء لا تنتسب بالأساس لحسن فتحي؟ في زيها العربي تنتسب لحسن فتحي، لكن لكن الفكرة نفسها، الفكرة بشكل تجريدي، فكرة بناء الإنسان لمسكنه، اعتماده الفكرة البريطانية، فكرة أطلقها مجموعة من المعماريين إنجاز القياس، يعني عشان زي الشعراء الصعاليق كده. في معماريين كانوا أنتجوا هذه الفكرة، ولكن طبعا بتقنيات وفكر أوروبي. أنا عندي سؤال في موضوع حسن فتحي. لماذا لم تنتشر عمارة الفقراء؟ هل لأنها خيالية ليست واقعية، لم ترتبط ببيئتها؟ لماذا انتهت إلى مجرد قرية موجودة في حضن الجبل في الأقصر، ولم تنتشر ولم تشكل حالة معمارية مصرية؟ في تقديري الخاص ثمت سببين. سبب موضوعي من داخل النظرية نفسها كان السبب في أن يعني كان عوق انتشار هذه النظرية أو هذا التيار، وفي سبب خارجي كمان. حسن فتحي لم تمهد له السبل وحورب كثيرا، حتى احنا لما درسنا في الكلية كان أستاذي الجميل جدا فاروق الجهري، وهو أحد المعماريين الأفزاز في العالم، كان له وجهة نظر ارستقراطية جدا في العمارة، وهاجم حسن فتحي بضراوة وقال أن العمارة فن الأثرياء، بمعنى طبعا العمارة بالمعنى الفني العالي، لأن العمارة إذا محتاجة فلوس كتير علشان تعمل فن معماري مختلف، ومش مجرد ده هدم طبعا لنظرية الحداثة في العمارة اللي اطلقها لكوربوزيه وكذا، ان a house is a machine to live in، المسكن آلة تسكن فيها فقط الوظيفية البحتة، لكن ما بعد الحداثة اطلقت كمان او اعادت الاعتبار للجماليات القديمة في القوطية، زي القوطية والكورنثية وكذا. يعني سيادتك شايفة ان عمارة حسن فتحي، عمارة الفقراء، حربت من الخارج وكانت باعه ومن ضعف من الخارج، ما اقصدش خارج البلد، اقصد من خارج النظريه، من خارج النظريه، وهي ايضا كانت برضو، لكن هي كفكره محتاجه فعلا عشان تطبق محتاجه كتير من الدعم. دعم اولا انك تؤمن بيها. هي فكرته ان 10 اشخاص مثلا يبنوا 10 بيوت، العشر اشخاص دول هيبنوا البيت الاول، وبعدين العشر دول هيبنوا البيت الثاني، والعشر يعني اللي هي انظر تحتك واحفر، يعني أيوة. فكره all in one and all. لكن الفكره دي محتاجه اصلا، ليه في نظري ليه لم تنجح؟ لان احنا كعرب كمصريين لا نجيد ثقافه المشاركه. ما اعرفش اساعدك وتساعدني، فكره التيم، يعني فكره التيم. ننتقل من حسن فتحي وذكر